اولا اسمحولي ان انا اقول لكم ان الحلقه دي مختلفه تماما عن اي حاجه اتقدمت في القناه قبل كده. تمثيليه السبع بلاطات هي متاخده عن الروايه بنفس الاسم السبع بلاطات، بتتكلم عن شاب لقى ان حبيبته بتصارع وخايفه من الجواز، وان الجواز بالنسبه لها عامل زي الكابوس المرعب، وانها متردده في الخطوه دي. قرر انه يكتب الرواية دي عشان يطمنها وعشان يحتوي مشاعرها، وحاول يقول لها من خلال سطور الرواية دي انه فاهم الصراع اللي هي بتمر بيه، وان الراجل مش بالصورة اللي هي متخيلها، وانه هياخد معاها كل حاجة بالتدريج لحد اما هما الاتنين يستقبلوا اساسا فكرة الجواز. الرواية مليانة تفاصيل وحقيقي هي ممتعة، وعايز اقول لكم ان الرواية دي من تأليفي واتنشرت سنة 2018 وكانت اول رواية اكتبها في حياتي. اتمنى تعجبكم، ويلا بينا نشوف تفاصيل اول حلقة. خايفة، محتاجة تطمن. النهاردة ماما راجعة من الشغل حاطة في دماغها مشكلتي على اساس اني مشكلة الكون عشان لسه متجوزتش. جاية زعلانة ان صاحبتها قالت لها هي بنتك مفيش حاجة قريب نفرح بيها. طبعا امي ردت ربنا يبعت عشان تفتح بالجملة دي واصلة ما بتنتهيش. معلش اكيد ربنا هيعوضها بعريس كويس، انت عارفة بنت صاحبتنا نور ما هي برضو اتأخرت في الجواز، بس الحمد لله اخيرا خدت واحد سفرها برا. وطبعا السؤال المعتاد هو يا اختي مفيش حد بيجي لبنتك؟ وامي كالعادة ترد لا بيجي لها بس مش مناسبين. والفتحة التانية تبدأ، طب بصي انا عارفة عريس كويس ابن واحدة صاحبة جارتنا، انا هشوفه ليكي، ده شاب صغير ووارث وامور وكمان مهندس ومعاه شقة متجهزة وكمان بيدور على عروس. وامي ما تسكتش ابدا، يا رب يا حبيبتي انا نفسي اجوزها واتطمن عليها بقى. هنا تعب لماما قوي كده، وفعلا أزمة الكون اني لسه مش اتجوزت مش عارفة، بس انا مضايقني زعلها، بس اعمل ايه؟ اتجوز والسلام اي عريس، بس انا خايفة، خايفة ما يكونش حد يفهمني واتعب معاه، خايفة ان ابقى زي صحباتي اللي اتجوزوا او زي ماما. نفسي ان احب واتحب، بس في جزء كبير حاسة فيه بالذنب جوايا اني مسبب لماما تعب، بس هي مش فهماني ومش مستوعبة خوفي. للأسف كل الطنطات ما عندهمش شيء يحكوا فيه لما يشوفوها غيري، أنا تعبانة من تدخلاتهم في حياتي ومصمصتهم لشفايفهم لما يشوفوني، وكل واحدة تتعامل معايا على أساس إن أنا عندي مصيبة. على فكرة أنا برضو محتاجة حد في حياتي، نفسي أتحضن ويهتم بيا ويقول لي كلام حلو وعينيه تلمع وأمسك إيديه ويفسحني وأنام على صدره. أنا إنسانة وبحس، وكلام ماما بيصحي جوايا اني محرومة من كل ده، بس اعمل ايه؟ لما اقعد اناقش ماما، الغريبة انها شايفة ان كل الرجالة زي بعض وكل الستات هتتعب، وان التعب ده حاجة من سنن الحياة، وتقولي جملتها اللي بتستفزني جدا، بعد كام سنة هتكوني زي. هي ليه مش مدركة ان كلامها بيرعبني مش بيطمني؟ انا كل شيء بيوترني احساسي بالذنب من ناحية ماما وكلام الطنطات اللي مخليني حاسة ان في مصيبة، وان انا اتأخرت، وان انا ناقصة عن اي حد، وكمان مناقشتي مع ماما دي بتخوفني جدا. انا مش عارفة ايه الصح، انا اصلا مش عارفة ايه اللي في الجواز. نفسي ماما تقعد معايا تشرح لي ايه الجواز ده اساسا، وتفهمني بالراحة ايه عيوبه وايه مميزاته. دايما بحس ان ماما مش قادرة تستوعب ولا تفهم حاجة من اللي جوايا. كل فترة بلاقي ماما بتزود الضغط عليا بانها تقول لي حد اتخطب خليك انت كده قاعدة لحد ما هتعنسي. بكره الكلمة دي وبتوجعني جدا، بحس نفسي مرفوضة وفاشلة لما بتتقلي. لما اروح خطوبة او الفرح بتاع اي حد من اصحابي واسمع من كل ست قاعدة ايه يلا عشان نفرح بيك، او انت اللي عليك الدور بعديها، او اتأخرتي كده كفاية عليكي. دي الجمل المبلوعة شوية، لكن في كلمات تاني صعبة جدا، يا حرام لسه ما تخطبتيش، او يا خسارة البنت جميلة وحلوة بس ملهاش نصيب ربنا يعوض عليكي. ودي بتكون الافتتاحية، وتكمل بقى الليلة بواحدة تيجي تقعد جنبي وهي ما تعرفنيش، وتفضل تسأل اسئلة عجيبة وتطلب رقم بابا عشان عندها عريس ليا. ويا سلام بقى لو في ست جنبي تاني يروحوا فاتحين لبعض استجواب وانا بعض متفرجة ما بينهم، وده كله تسخين لحد ما تيجي فقرة عجيبة من الستات الكبيرة. لو ابتسمت اسمع منهم شوف البنت ما عندهاش دم
مش حاسة ان سنها كبر وهتعنس. اكشر اسمع منهم بيقولوا البنت زعلانة الله يكرمها ويفرح قلبها بعريس يا رب. بحس اني مش قادر اعيش، كل حاجة وكل مكان بيحكي في نفس الموضوع، بس انا خايفة، خايفة من ان اختار، خايفة من ان انا مش فاهمة اي حاجة، خايفة من ان عنس، خايفة من كلام الناس، خايفة بقى لوحدي، خايفة من نظرات الناس ليا، خايفة من ماما وبابا يجبروني على اي حد، خايفة من المستقبل، خايفة اختار غلط. انا نفسي اتجوز وابقى سعيدة، بس تعبت من التفكير في الموضوع ده، عايز اريح شوية، بس مفيش مكان بقى فيه راحة، كل مكان فيه كلام عن الجواز، تعب، عايز افصل شوية. انا حاسة نفسي وحدي قوي وخايفة وضعيفة، ليه علي اختار حاجة انا مش فاهماها؟ ايوه الجواز مش فاهماه، محدش فاهمني ومحدش عايز يتكلم غير في اني اختار، وانا لما باجي اختار بحس ان عيلة قوي وخايفة جدا، وبحس اني مش قادرة، وبرضو مش قادرة استنى واقعد كده، لاني خايفة اكبر والعرسان تقل او عنس، وكمان عايز ارتاح من ذنب تجاه ماما، افكار كتيرة قوي جاية في دماغي، حاسة اني تعبانة قوي، حتى صاحبتي القريبة ليا هي كمان مش فهماني، رغم انها سني بس مش حاسة اني عارفة اتكلم معاها، هي مش عارفة تفهمني. انا مش رافضة الجواز بس نفسي اعيش حلو ومرتاحة، ومش عارفة ازاي مرتاحة، لاني مش عارفة الجواز ده بيعملوا فيه ايه وبيمروا بايه بالظبط فيه عشان اقول هرتاح ازاي فيه. انا احساسي اني مش قادرة اسمع كلمة ولا حرف تاني، نفسي اوقف كل حاجة واهدى شوية وبعدين اكمل، بس نفسيتي مش متحملة اي كلام تاني، بقيت بنام كتير عشان اتجنب اسمع اي صوت، حاسة اني وصلت لمرحلة عايز اوقف كل حاجة وافضل ثابتة كده. انا فجأة بقيت المفروض اكون مسؤولة واخد قرار مصيري زي ده، معرفش ازاي مصيري او هيأثر على دنيتي ازاي، بس الحمد لله كله بيخوفني منه، بسمع الستات تقول كلام يرعب. طبعا فقرة ماما في الرعب ليها تأثير خاص، الغريبة انها متخيلة ان حتى ولو الحكاوي دي ما حصلت لهاش فانا مش هفكر ان هي ممكن تحصل لنا، وده هيخوفني اكتر من ان انا اتجوز، وببقى عايز اقول لها يا ماما وقت ما اتجوز مش هتكوني معايا، هبقى وحدي، بلاش تخوفين اكتر ما انا خايفة، انا طول حياتي مش بواجه وحدي، دايما بتكونوا معايا انتي او بابا، بس المرة دي محدش هيتحمل غيري وده مرعب جدا جدا ليا. مش دي المشكلة، ماما قابلتها طنط النهاردة، قالت لها في عريس ممتاز شكله حلو مهندس ومعاه مكتب وشقة وعربية، ساري عربي يعني من الآخر، الراجل كامل من مجاميعه. طبعا لقيت ماما بتقولي أنا مستغرباكي ومستغربة تفكيرك، هو أنت عايز ايه تاني؟ الراجل زي الفل وكامل، ياريته بس يرضى بيكي. كان جوايا عايز أصرخ وأقول لها ياريتك أنت تفهميني، أنا مش فكرة مش عايز أتجوز، أنا عايز أجرب، بس يا خوفي لو قلتلك كده هسمع منك كلام زي الفل، بس يعني أنت متخيلة إن أعيش مع واحد بيني وبينه حياة هيتحكم فيها فيا من غير ما أعرف حاجة عنه غير عنده إيه؟ أكيد عايز أجرب أعيش معاه وأشوف هيعمل فيا ايه قبل ما تدبس. ما انا شايفاك انت وبابا الحمد لله بتفتحوا النفس ان اتجوز فورا بصراحة، انت لا عايزاني اعيش حياتك او اخد اللي ناقصك انت. هو انت يا ماما فكرتي لحظة انا ايه اللي ناقصني او عايزة ايه؟ انا في البيت طول عمري بخرج وهزر والعب، ممكن اشيل البيت وانت تعبانة، ممكن اساعدك، لكن اني حياتي كلها تبقى للبيت وللراجل ده حاجة مش عارفة هنجح فيها ولا لا، وخايفة جدا منها، معرفش ايه اللي ممكن يحصل. مش من حق اجرب دماغه وتفكيره؟ هو شايف اللي هياخدها دي ازاي؟ وشايف مسؤولية البيت دي شكلها ايه بالظبط؟ انا مستحيل في يوم وليلة هبقى استاذة في تحمل شغل البيت ومسؤولياته. انت نفسك تعبتي في البداية، جوزك ما كانش سهل لانك ما تعرفيش دماغ بابا وتفكيره كانت ايه من الاصل. انا خايفة ابقى زيك، مش عارفة ايه اللي ممكن هيفرحني. انت شايفة اللي هيفرحني وهيكون تمام معايا الفلوس والمستوى الاجتماعي، بس انا مش عارفة، المشكلة انك مش عايزة تفهميني، انت عايزة تقنعيني وخلاص. طيب اقتنع انه هيجيب لي ده وده 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 حلو، بس هعيش ازاي في اللي جايبه؟ دي المشكلة، فهماني غلط انت او مش فهماني اساسا، انا مش زيك، هعيش حياتي قبل وراضية باي حاجة وزق الايام عشان العيال، برضو ترجعي وتقولي لي كلمتك المرعبة اللي بتشل تفكيري، اما شوف لما تبقي في سني هتعملي ايه. انا كنت بقول لجدتك كده وفي الاخر بقيت زيها، هي دي الحياة، وانت صغيرة بتتخيلي انك هتغيري الكون، ولما بتكبري وتجبري بتعرفي ان ظروف الحياة هتوصلك للي كنت رفضاه. انا عذراكي لاني كنت زيك،
بس يا بنتي انا عندي خبرة عنك وبختار الاحسن ليكي. صدقيني انا كلامك بيخلينا ترعب، لان لو الافضل ليا زي اللي عايشاه ده يبقى مصيبة سودة. انا حاسة ان كل همك اني مكبرش والناس تتكلم اني مش متجوزة. منكرش ان انت عندك خبرة عني لانك مريتي باللي ما مريتش بيه، بس اللي انا شايفاه ان الخبرة فاشلة، وكمان بتسجنيني في خبرتك على انك السكة الوحيدة في الحياة. انا مش عارفة دلوقتي انت صح ولا غلط، مش قادر اشوف اي حاجة، بس مرعوبة، مش عارفة اصدقك ولا صدق حلمي اني ممكن اكون غيرك، والاختيارين اصعب من بعض لاني مش ضامنة المستقبل هيكون شكله ايه. خايفة اختار اصدقك واندم، وخايفة اكتر اصدق نفسي واندم، خايفة من الوقت اللي بيمر. ايه الصح؟ ايه اللي ممكن يريحني في كل ده؟ مش عارف ممكن يكون ايه الصح ولا ايه الاختيار الافضل ليا، بس اللي عارفاه ومتأكدة منه اني عايزة الفترة دي تعدي وخلاص. عايزة انام واصحى الاقي اي شيء حصل وارتاح بقى من الدوشة دي. ياريت كان في زرار ادوس عليه اعدي المرحلة دي والاقي في حاجة حصلت واستسلم للواقع وخلاص. انا فعلا مش عارفة اي حاجة، عندي احساس اني لوحدي قوي ومحدش معايا ولا حد فاهمني. نفسي اخلص من اللي انا فيه، تعبت من كل الدوشة دي وعايز ارتاح. انا فعلا في اصعب فترة في حياتي، وفجأة كل حاجة بتتطور وبسرعة، ومطلوب مني قرار بس مش عارفة اخد قرار. كرهت خوفي وضعفي واحساسي اني عاجزة وخايفة وصغيرة، وكل ما اقول هستسلم لحاجة تظهر حاجة جديدة تخوفني. ارجع لنفس النقطة تاني، محتاجة حد يكلمني واتكلم معاه واحكي معاه عن خوف، بس كل حد بيقنعني بحاجة عكس التاني وانا تعب. كل واحد عايز يشدني الحتة، انا سهقت من كل ده وعايز اخلص. هو ده ممكن يحصل؟ النهاردة كنت قاعدة مع صحبات فيهم صديقة عدت الـ30 ولسه مش متجوزة، عندها شوية وجهات نظر في الجواز زي الفل. طبعا انفتح حوار الجواز ودي كأنها ما صدقت، وكان معانا صديقة متجوزة وكأن الاتنين اتفقوا عليا. المتجوزة انا ما شفتش غير اول كام يوم راحة، وبعدين ابتدينا بقى يروح لامه يسمع كلمتين يجي يسمم بدني بيهم. زيارة امه دي بقى يوم النكد العالمي، الست بتعلق على كل حاجة واي حاجة كأني الجارية اللي جابتها له، وتنهي كلامها انا اهم حاجة عندي راح تبني على اساس اني حيوانة مش بني ادم زيه. كل يوم بضرب نفسي بالجزمة على اني اتجوزت. بعد كام يوم دلع وحب وراحة ابتدينا بقى في الخناق والمشاكل بعد زيارات امه بالذات. الست مش بتسكت، حطاني في دماغها كأني ضرتها مش مرات ابنها، وهو ابتدى يتلوي بدري ملحقش يفرحني كام يوم، بقى عصبي ومش حامل نفسه، واحيانا بحس في عينه ان هو كمان اتصدم او حس نفسه غلط انه اتجوز. والمرار بقى لما عدت اول سنة وانا لسه محملتش، امه ما سابتنيش في حالي، وبصراحة مش امه بس، كله اللي يشوفني يقول لي ربنا يبعت يا اختي ما تقلقيش وربنا هيعوضك بعيل ينسك التعب. وطبعا دول كانوا الرحمة، لكن فيه اللي تقول لي بصدمة ليه كده؟ طب ما كشفتوش؟ وامه تلقح كلام اني معيوبة او فيها مشكلة. وهو بقى واحد تاني ممل، والقعدة معاه لازم فيها خناق، واقل الطلب لازم يحسسني ان انا مش بحس، وطلباتي كتيرة، وحتى الخروجات بقت احلام ان انزلها. احلى حاجة وهي بترغي في ده كله، تنهي كلامها يا بختك انت حرة خليكي كده بلاش تتجوزي احسن بدل ما تندمي. طب انت عملتي الواجب اللي عليكي، عقدتيني اكتر وخلتيني خايفة زيادة. انا دلوقتي في دماغي 1000 سؤال وسؤال، وانا ممكن لو اتجوزت امر باللي مرت بيه الست دي. يا لهوي لو انا خدت واحد وامه عملت فيا كده وهو مش عايز يخرجني ومقعدني في البيت. انا مش عارفة هي فعلا ممكن يكون كلامها صح، اصل انا سمعت ناس كتير زيها قالت حاجات زي كده، بس يبقى اتجوز ليه اما مرار صح؟ بس امي عايزانا اتجوز مع كده، امي عارفة كل ده اكيد. طب عايزة ايه الست دي؟ عايزانا اتمرمط وخلاص؟ انا مش قادر استوعب دماغها بتفكر ازاي. طب انا ما بعرفش اطبخ كويس دلوقتي، وشغل البيت بعمله بس وانا قرفانة، وما بتحملش امي لما تديني كلمتين في جنابي، وبحب اخرج واتفسح وشم نفسي واشوف الدنيا، وبزعل لما بطلب من بابا ويقول لي لا، ومش انا اللي ممكن اتحمل حد يتدخل في حياتي. دخلاتي لما يدخلوا او اي ست كبيرة تيجي تتكلم في شيء يخصني مع ماما مش معايا حتى بتضايق، يبقى هتحمل حماتي ازاي يعني؟ دي تبقى مصيبة سودة لو العريس او امه فاكريني زي امي فيا صحة اشيل البيت كل يوم. ده بابا بيخرب الدنيا لو البيت مكركب ويقعد يزعق. بحس احيانا
ان تيتا بتهيج بابا علينا، ولو رجع البيت وملاش الاكل بيتضايق ويعكنن الدنيا، ده احيانا بيتلكك عشان يتخانق. هو كل ده ممكن يحصل لي، وناقص كمان ان اغير لطفل واخليه ما يصرخش وافضل مراعياه اليوم كله، ده انا هشوف ايام سودا. ايه كل اللي اتفتح في راسي ده؟ لا، كلام صاحبتي العانس زود الدنيا طين على دماغي، بتقول ان كل راجل وله طباعه، في ناس طبعها ان البيت يبقى على طول بيبرق، وفي اللي ما بيحبش يتناقش وما يحبش حد يتكلم معاه، عايز السمع والطاعة، وفي اللي مش عايز يتحمل مسؤولية خالص، وفي ابن امه اللي كلمة مامته تمشي على رقبة مراته، وفي اللي عينه زيغة وما بيتلمش. دي كملت القصيدة بكلامها، دي مش اتقفلت من الجواز، لا لا، دي راحت انتحر بعد كمان 3-4 دقايق. ايه كل ده؟ انا حاسة ان حد وصهم عليا. هي ماما مفيش عندها خلفية بكل ده، يعني ازاي عايزاني انتحر واختار راجل؟ اصل ده مستحيل يكون غير عملية انتحارية. انا فعلا دلوقتي حاسة ان عيلة قوي، سيبوني في حالي، ده كل حاجة فيها وجع وفيها طين، زي ما تكونوا بتخيروا واحد بين الشنق والضرب بالنار. اختار الناس مع كلام يجرح من الناس، ولا اختار عريس وانا ونصيبي، ولا اروح انتحر؟ هو فين الحب اللي بسمعه في الافلام؟ معقولة كل ده خيال؟ هو مفيش حاجة حلوة خالص كده؟ ايه القرف ده؟ انا مش قادر اشوف حاجة غير السواد، خايفة جدا جدا، ومش قادرة الاقي حاجة واحدة اطمن. بعد ان راجعت قراءة اوراق مذكراتها، نظرت الى الدعوة التي قدمت لها اليوم لحضور محاضرة عن الحب باسم السبع بلاطات. تأملت الدعوة جيدا وتمنت ان تكون المحاضرة هذه تحمل شيئا مختلفا، لعلها تكون القشة التي تبحث عنها لتنجدها من الغرق. وفي ميعاد المحاضرة استعدت وفي ذهنها بعض السخرية من الاسم سبع بلاطات والحب، هل يقصدون بالسبع بلاطات حتف الرجل بالطوب؟ ضحكت من سخريتها من الاسم. رن جرس الباب وكعادتها نيرة لا تحتمل الانتظار، فكادت ان تكسر الباب، فتحركت لتفتح الباب على عجلة وهي تقول لها اهدي انا جاية جاية خلاص استني، يلا ايه كل ده، يلا افتحي اديني فتحت، اهدي شوية على نفسك. بعد حضن وتبادل القبلات يلا عشان ما نتأخرش، انت لسه ما كستيش. انا بكز اهو يا ستي، مستعجلة على بتاع البلاطات ده ليه؟ سمع ان الواد مز بصراحة. وانا اللي فكريكي موديني عشان بلاطاته؟ لو مز وبيرمي طوب اتحمل عشان جماله، قليلت الادب انتي طول عمرك. وتحرك الاسنان الى مكان المحاضرة، وتفاجأ الاسنان بوجود عدد، ولاحظت نيرة ان عدد البنات في المحاضرة يفوق عدد الشباب. بين على الود مز فعلا زي ما بيقولوا، شايفة كم بنت جياله. ها 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 هاي هنشوف كلها دقايق وهيبان. وبعد دقائق بالفعل دخل شاب وسيم امح البشرة، شعره اسود لامع وممشوق الجسد، عضلاته بارزة وعيناه عسليتان وابتسامته ساحرة ونظراته تفيض حنان. وضع على المكتب اللابتوب الصغير الذي كان يحمله وظل للحظات ينظر للجميع في صمت حتى هدأت القاعة بالكامل. السلام عليكم، انا عارف انه غريب عليكم اسم السبع بلاطات، واكيد محدش ربط بين الاسم وبين اللعبة اللي كنا بنلعبها في طفولتنا، واكيد في فضول لمعرفة العلاقة بين اللعبة والحب، استراتيجية السبع بلاطات في الحب. السبع بلاطات اللعبة عشان تلعبها لازم تكون بتعرف تنشن صح، عندك هدف وخطة، وقع أصغر بلاطة الأول أو ما توقعش خالص عشان تقدر تحدد قوة اللي معاك وتحدد إذا كنت هتهرب ولا هتجري وراهم. اوعى تحسس اللي معاك إنك بتستخدم ضرباته، خليه دايما فاكر إنه بيتحداك وإنك في منافسة معاه، ما تضربش آخر ضربة إلا والكل متغفل. بعد ما توقع السبع بلاطات هتصطاد اللي معاك إزاي؟ وإنت بتصطاد اللي معاك لازم تكون هادي وتستغل توترهم عشان يقعوا، ما تنساش إنك في مركز القوة، فمهما انهوش اللي قدامك فهو ضعيف، وإوعى تغلط وتطمع في كذا هدف في وقت واحد، خطط لهدف واحد واجبره يحبس نفسه لحد ما تقدر تصطاده. طبعا اغلبكم مستغربين الطريقة اللي انا بديت بيها المحاضرة، بس اول ما اشرح لكم السبع بلاطات هتعرفوا ايه علاقة اللعبة دي بالحب. وتعالوا نبدأ البلاطة الاولى. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة دي، لو عجبتك بستأذنك انك تدوس لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات، وطبعا لو عايز تدعم القناة فانا بستأذنك
انك تشير الفيديو مع اصحابك او تحطه على الفيسبوك عندك، ده هيدعمنا كتير ان احنا نوصل لناس اكتر. وطبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة فانا بستأذنك تعمل سبسكرايب دلوقتي عشان تسمع باقي الرواية وتعرف ايه حكاية السبع بلاطات، ويا ترى ايه علاقتهم بالحب، وهل في رابط ما بينهم ولا لا، ومين هي البنت اللي كنا بنقرا المذكرات بتاعتها. دلوقتي هسيبكم وهشوفكم باذن الله في فيديو جديد وحلقه جديد. سلام. القسطنطينية عام 1243، سوق عظيم يبهر بعض النفوس التي تعشق الاستكشاف ويخيف النفوس التي ترهب الغموض. ينتظر الفقير لتحين له فرصة ليرى ما يستخدمه الأغنياء، وأما حكماء البلاد وحكامهم والشرفاء ينتظرونه ليتنافسوا، ويقف الفقراء متراهنين من يفوز بين المتنافسين. الفلاسفة لهم ركن المبارزة، يتبارزون بالأفكار الفلسفية وتبرق أعين الأباع باللمعة والانبهار بهم. الشعراء لهم موضع أيضا، فيقف الشعراء في الساحة يجلجلون بأصواتهم، والنساء تغرم بكلماتهم، والرجال يبتلعون الكلمات في أعماقهم ليتغزلوا بها في النساء. الأبطال أيضا لهم موضع في السوق، هناك حلبة للمصارعة الحرة يتصارع فيها بطلين بأجساد ضخمة، ويتراهن عليهم الرجال بالأموال والنساء بالقلوب والغرام. ولعبة الأمراء وقواد الجيش المبارزة والقتال، يقف أمام حلبتها كبار رجال الدولة ونسائهم، الجميع مشدودين إلى من سيفوز. سباق الخيل لعبة الرهان، يتراهن ذوي الأموال ويشاهد الفقراء والمعدمين في صراع بينهم عن من الفائز. فكل شخص في هذا اليوم يجد لنفسه متعة، لكن فجأة تحولت الأعين في السوق تجاه فتاة في 15 من العمر، بيضاء كالثلج، شعرها كصفحة مياه نهر هادئ، عيناها في صفاء لون السماء، خدها كورقة من زهرة في استدارتها واحمرارها من الخجل. تمسك في يد رجل الشيب أظهر علاماته في شعره، والسن جعد وجهه، ولكن جسده تبرز ملامح القوة التي لم يهزمها الزمان عليه. وجهه أبيض محمر كبشرة طفل، ملامحه تشير إلى حكمة السنين وهيبة تظهر عليه. تكلم الرجل في أذن ابنته، وأنت ممسكة يدي فأنت بأمان، لا تسمحي لأحد أن يغريك أن تتركي يدي، فإن جمالك سيجذب الجميع إليك، سيعرضون عليك بضائع أعترف لك أنها مغرية، لكن يا فتاتي ثمنها سيفقدك الكثير، فأرجوك أن تتمسكي بي. نظرت الفتاة في عدم استيعاب لتحذيراته، ولكن هزت رأسها علامة على موافقتها على كلماته. كان الجميع من حولها ينظرون لها، ولكن لم يجرؤ أحد أن يتقدم لها خطوة واحدة. غمز لها أمير وسيم وشاب، عضلاته تبرز من جسده، ويرتدي الحرير والذهب يلمع في يده، وصدره وعيناه تبرقان بلمعة مغرية وابتسامة تبدو حانية. تحرك قلب الفتاة، زادت دقاته، سرعت أنفاسها حينما لاحظت عيونه تلاحقها. اعتقدت أن أبيها لا يدرك ما يدور في داخلها، قالت لنفسها أبي رجل وعجوز، ما أدراه بمشاعر أنوثتي التي تنفجر في داخلي، فأنا أحتاج لحب هذا الأمير. تقدم الأمير في ثبات بين الجموع، انحنى بركبته أمامها يحمل زهرة حمراء رائعة، وقدمها لها كتحية. نظر له الأب في تفحص، ونظر إلى ابنته في صمت. علقت الفتاة عيناها بالأب لتعرف هل سيثور إذا ما مدت يدها لتأخذ تحية الأمير، أم أنه سيصمت ويقبل بالأمر. لكنها لم تجد في عيون الأب غضب، ومع ذلك لم تجد نظرة تعرفها، بل رأت نظرة أول مرة تراها، لم تكن نظرة مرعبة لكنها غير مفهومة لها، وكان امتلك على قلبها المشاعر، وزاغ عقلها في التفكير بالوردة الأولى التي تقدم لها، إنها الهدية الرومانسية الأولى التي تقدم لها، كيف تفوت على ذاتها تلك الهدية الجميلة التي لمست قلبها. مدت يدها في اهتزاز وأمسكت الوردة، فأمسك الأمير يدها وقبلها، ورفع نظره للأب الذي كان يراقب دون أي رد فعل منه. أعتذر لك سيدي أفغاريوس، فقد
ذهب عقلي بسبب جمال سيدتي الصغيرة، فأذكرني عن أن أقدم لك التحية التي تليق بهيبتك. في نظرة ثابتة وبصوت واثق رد عليه الأب: لا يهم يا ابني، فأنا أعرف جيدا تفكير الصبيان حينما يهوسون. انتصر الأمير وفي نبرة تحدي: قد أكون صبيا بالمقارنة بعمرك يا سيدي، وصدقت إن جمال ابنتك أهوسني، ولكني أعتقد أنني للأميرة الجميلة لست بصبي. نظر في ابتسامة غفاريوس وقال له: صدقت يا ولدي، فابنتي ما زالت تجهل تقييم الناس، فهي لا تزال صغيرة كما أنت أيضا لا تزال تجهل تقدير الجمال. فكم من فتاة اليوم انجذبت لها وركعت أمامها موزعا ورودك وغامرا بابتساماتك وزائبا بعينيك في تأمل جمال جسدها. اندهش الأمير من كلمات الرجل العجوز، وكانت الفتاة تسمع، ويظهر عليها الانزعاج من رد والدها، وتقول لنفسها: لا يهمني ما فعله مع من سبقني، فهو فضلني على الجميع. يا ترى يا أبي، لا ترى نظرات النساء له؟ إن الجميع يتمناه وهو يتنقل بين الجميلات بوسامته، وأخيرا اختار أن يأتي إلي، فلماذا تضيع علي فرصتي في أن أتلمس الحب؟ أم تفكر أنني سأتزوج من عجوز مثلك؟ أدرك الأب صراع ابنته، ولمح الأمير بعيناه الفتاة غير راضية، فتمادى: إن كنت بالفعل تقدمت للجميلات اليوم يا سيدي، ولكني لم أجد جميلة مثل ابنتك، فتركت الجميع وجئت إليها لأفوز بها. في نبرة حكيمة: إذا كنت تنبهر بالجميلات فتتركهن اليوم لأجل ابنتي، فسيأتي اليوم الذي تترك فيه ابنتي لأجل من هي أجمل منها. فنظر له في إحباط وشعر أن محاولاته فشلت، بعد أن لمح أن كلماته أثرت وأثارت الشك في قلب هذه الفتاة، وعادت ملامحها إلى الإطمئنان لحكمة والدها. لكنه لم يستسلم، وفي محاولة أخيرة من الأمير المراوغ قال: اسمحوا لي يا سيدي أن أسمع رأي الأميرة الصغيرة، فقد تكون رأت في عيني صدقا يجعلها تصدق مشاعري وإخلاصي لجمالها. شعرت الفتاة برغبتها في أن تتكلم، فضغطت على يد الأب كاستئذان منه أن تتكلم. فهم الأب حركة ابنته وصمت. نظرت الفتاة في عيون الأمير بهيمان، وذابت في لمعة عيناه، وزاغت أفكارها وتحكمت مشاعرها في عقلها. نظرت للأب في استعطاف: يا أبي، أعرف مدى خوفك علي، ولكني أحتاج لمشاعره التي لمست صدقها، فهو على حق لم يتقابل مع فتاة حركت قلبه قبلي فقبل بأي منهم وهو فاقد الأمل، ولكن استفاق حينما رآني، وأنا أرى يا أبي في عيناه الصدق، فأرجوك أن تتركني أتعرف عليه، فأنت لا تدرك عن مشاعري شيئا. ظهرت على الأب علامات الإجبار والرضوخ لرغبة ابنته: ليكن قرارك يا ابنتي كيفما تشائين، ولكن لتدركي أن ما ترينه الآن شعورا ما هو إلا مجرد رغبة في التميز على النساء السابقات، وقريبا ستكتشفين أنه أيضا يرغب فيك ليتميز على الرجال المحدقين إليك، فهو لم يستطيع أن يحبك بل يحب ذاته. في إصرار من الفتاة: دعني أجرب يا أبي وأكتشف ذلك بنفسي، اتركني بحريتي أختار كما وعدتني أنك ستفعل. هز الأب رأسه في صمت واستسلام وأرخى يده، وسمح لابنته أن تفلت يده من يدها، ولكن عيناه أمسكت بها برباط غير مرئي. تقدم الأمير في انتصار وأمسك بيد الفتاة قائلا: لن تغيب يا سيدي، سنذهب في نزهة قصيرة تتيح لنا أن نتعرف أكثر، وسنعود إليك. في استسلام واضح على ملامح العجوز لم يبدي أي اعتراض. هو كده البلاطة الأولى اتضربت؟ لا، استنى، الجزء ده ما كانش أكتر من تمهيد للعبة اللي لسه هتبدأ في البلاطة التانية. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة دي. لو عجبتك بستأذنك انك تدوس لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات، وطبعا لو عايز تدعم القناة فأنا بستأذنك انك تشير الفيديو مع اصحابك او تحطه على الفيسبوك عندك، ده هيدعمنا كتير ان احنا نوصل لناس اكتر. وطبعا لو لسه مشتركتش في القناة
فانا بستأذنك تعمل سبسكرايب دلوقتي عشان تسمع باقي الرواية وتعرف ايه حكاية السبع بلاطات، ويا ترى ايه علاقتهم بالحب، وهل في رابط ما بينهم ولا لأ، ومين هي البنت اللي كنا بنقرأ المذكرات بتاعتها. دلوقتي هسيبكم وهشوفكم بإذن الله في فيديو جديد وحلقة جديد. سلام.